عارفين ان فيو 3.1 الجديد نزل ولا لسه؟ كنت عارف انه لسه، روح جربه حالا. اول حاجه يا معلم تفتح موقع جيميناي زي ما انت شايف كده، وبرده هنا انا مش مشترك عشان ايه محدش يقول لي لا، ده بيجي عندي المشتركين بس هنا بيقول لي اشترك زي ما انت شايف، فانا مش مشترك. زي ما انت شايف عملت فيديو الاول والفيديو الثاني برضو بصوت. اول حاجه بتختار الفيديو من هنا، بعد كده بتيجي هنا عند الوصف وبتكتب له اي حاجه. في ناس كتير بتسالني على البرومبت اجيبه منين او اعمله ازاي، احب اقول لك الموضوع سهل جدا. هتيجي عندك على جوجل وتكتب خمساية بس، تمام؟ هيفتح لك هنا كده، هتدوس على الموقع الخاص بينا، بعد كده هتروح على الادوات اي اي مجانيه، بعد كده ادوات الذكاء الاصطناعي هتلاقي عليها علامه جديد هتدوس عليها، بعد كده تنزل هتلاقي عندك 3، ده خاص بالصور، الاثنين دول خاص بايه بالفيديوهات، تمام؟ هتيجي عند اول واحد مثلا نجربه مع بعض، هيفتح معاك زي ما انت شايف كده. تعال نصغر الواجهه شويه عشان ايه نعرف تتحكم كويس. هيفتح معاك بالشكل اللي شايفه قدامك ده، هتيجي هنا وتكتب الشخصيه اللي انت عايزها، مثلا اولد مان راجل كبير، والشخصيه عايزه تلبس ايه، لا ترتدي شيء، ملابس سايبر بانك زي فضائي، اي بدله رسميه مثلا، اكسسوارات عايزها لابسه قيبه ظهر، واختار المكان، المكان عايزه فين، في مكتبه اثريه. النبره بتاعته عايزها ايه، عايزه همس وغامض، تمام؟ يبقى هنا مش سعيد هنخليه مثلا خائف، وهنا مش يمشي بثقه هنخليه مثلا يمشي مذعور، هنا يمشي مذعور، بعد كده خائف وقلق، بعد كده همس وغامض، واختار اللهجه هنخلي اللهجه مصريه، والموسيقى هنخليها صوت الطبيعه فقط، تمام؟ او صوت اي كلام، واكتب له الكلام اللي انا عايزه بالعربي، اللي هو عايز اللي انا عايزه يقوله بالعربي، وبعد كده ادوس على انشاء البرومبت السينمائي. هتلاقي ظهر معاك كده مكتوب هنا علامه نسخ، هتنسخ يا معلم وتروح على هنا كده وترمي له البرومبت الخاص بيك، بعد كده تدوس على ارسال. زي ما انت شايف هنا يقول لك جار انشاء الفيديو، طبعا احنا عملنا فيديو والتاني والتالت، واستنى لحد ما يخلص تحميل وارجع لكم تاني. في ليالك عمال بناديك مشتاق لعني، وبعد ما يخلص هيطلع لك الفيديو زي ما انت شايف كده، تدوس عليه تعال نسمعه مع بعض. عارفين ان فيو 3.1 الجديد نزل ولا لسه؟ كنت عارف انه لسه، روح جربه حالا. جامد جدا. وطبعا حمله ازاي بقى يا معلم؟ حمله من هنا، دوس على تنزيل هتلاقيه نزل معاك مباشره. بس كده يا معلم، كون خلص فيديو النهارده، لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير، وشوف انت مش مشترك، وسلام.